يعني انا شايف الاسماعيلي بيتورط اكتر في عدد النقط اللي بيخسرها، في نفس الوقت المكان بتاعه دلوقتي بقى صعب جدا ان انت تقدر ترجع تاني وتستعيد مستواك والنقط اللي انت عمال تفقدها في فتره وجيزه في الدور التاني. انت دلوقتي الماتشات اللي قدامك لازم هتبقى ماتشات كؤوس وهتتوتر اكتر، ودي حاجه انا شايف ان صفه اللعيبه والسمات الشخصيه بتاعتها مش متواجده فيها. اتمنى توفيق طبعا، وانا مشفق على جماهير النادي الاسماعيلي. انت الان وحاسس اسماعيلي في خطر جدا، وساعات الاسماعيلي يخسر بس يبقى فيه القماشه تساعد، بتبقى فيه بدره، فيه لعيبه، بتبقى فيه بدره امل. انت مش حاسس بالبدره؟ انا الحقيقه في بعد الاداء بتاع النهارده، لا انا شايف ان العمليه عماله تتصعب ورايحين في طريق مظلم قوي.